امتلكوا مفاتيح الحرب وعجزوا عن إخماد نيرانها. وإن كانت الصورة لغارات سابقة في صنعاء، فلا تختلف المشاهد كثيرا عنها في تعز وصعدة، وهو أيضا ما لم يتغير في سياق الأخبار، إذ تؤكد المعلومات إن طيران التحالف العربي ما يزال يستهدف مواقع عسكرية ومقرات تابعة لجماعة الحوثي الإنقلابية. سلسلة غارات شنتها الطائرة الحربية تركزت 5 منها على أبراج التقوية الإذاعية والتلفزيونية والاتصالات في جبل عيبان جنوب صنعاء، بينما استهدفت 4 غارات أخرى مقرا للحرس الجمهوري أعلى جبل النهدين المطل على دار الرئاسة. وبينما تتحدث بعض المعلومات عن تعرض جامع الصالح القريب من المكان لبعض الأضرار نتيجة غارتين للطيران على منصة 70 القريبة من الجامع، لم تتأكد بعد هذه المعلومات، فلا يصدر من صنعاء سوى صوت واحد ورأي واحد بعد أن أجهزت جماعة الحوثي على وسائل الإعلام وتركت فقط من يتولى التعبير عن موقفها ويتبنى نهجها الإنقلابي. في ريف صنعاء أيضا واصل طيران التحالف غاراته على قرى متفرقة من منطقة السير بمديرية بني حشيش شرقا، وثلاث غارات أخرى على معاقل للميليشيا وقوات صالح في منطقة بني مطر غرب صنعاء، ولم تعرف على وجه التحديد حصيلة الخسائر البشرية في صفوف الميليشيا وقوات الرئيس المخلوع. صعدة هي الأخرى تشهد من وقت لآخر غارات جوية لطيران التحالف على مناطق متفرقة في مديرية باقم، وغارتين على منطقة الملاحيض في مديرية الظاهر شمال البلاد. أما في الجنوب وتحديدا في محافظة تعز، استهدفت الطائرات بغارات واحدة اللواء 22 بالجند،